بعد تألقه بشكل لافت صراع انجليزي لضم مرموش وبالارقام هو اللاعب الافضل في الدوري الالماني. عمر مرموش هو حديث الساعة بعد المباراة الأخيرة اللي جمعت فرانكفورت وبايرن ميونخ، ويسجل فيها مرموش هدفين وصنع هدف، يعني عمل كل حاجة في المباراة، وده لأن المباراة أصلا انتهت بنتيجة 3-3. وطبيعي بعدها تلاقي مرموش متصدر كل الصحف، والعروض الإنجليزية بتتجدد من أكتر من نادي لخطف اللاعب، وأبرزهم نادي ليفربول، لأن مرموش بيدخل قائمة اهتمامات الريدز لتعويض غياب محمد صلاح. بالظبط كده، تعويض صلاح، وده لان صحيفه تايمز الانجليزيه اكدت ان ليفربول بيواجه صعوبه كبيره جدا في تجديد عقد صلاح. كمان سكاي سبورتس اللي قالت ان ليفربول بيدرس الاسماء اللي ممكن تعوض الرحيل المحتمل للاعب بحجم صلاح، وعلى راس القائمه دي مرموش. ولكن بكل تاكيد فرانكفورت مش هيفرط في افضل لاعب في المانيا، واللي تخطى هاري كين في التسجيل وفي الصناعه، وبيرغب النادي الألماني تمديد عقد مرموش لمدة موسم عشان ينتهي في 2028، وده طبعا مع زيادة راتبه. ما هو مش هيسيب لاعب قال عنه المدير الفني لبايرن ميونخ ما فعله مرموش غير طبيعي، لاعب لديه السرعة والجودة لإنهاء الهجمات. في النهاية بقى ما تنساش تقول لنا رأيك في احتمالية انضمام مرموش لليفربول، أو من وجهة نظرك شايف إيه النادي الأفضل لمرموش.